التحليل الفني الخاص بمباراة القمة، وفي رؤية تحليلية متعلقة بمباراة القمة فيها كلام مهم جدا، متعلقة بقى الأهلي هيستعد إزاي، الزمالك هيستعد إزاي، الأرقام القياسية للناديين في الفترة الأخيرة نقدر نقول أرقام جيدة. يعني الزمالك في آخر 6 مباريات سواء في الدوري أو الكاس عمل نتائج كويسة، بيكسب كل المباريات اللي لعبها في الفترة الأخيرة، رغم البداية لأسوريو ما كانتش بداية جيدة. نفس الأمر بالنسبة للأهلي، الموسم ده موسم استثنائي في كل الأرقام والألقاب والبطولات. بالإضافة لده الأهلي عنده رقم قياسي مهم جدا، آخر 4 شهور الحمد لله ما فيش أي هدف دخل مرمى النادي الأهلي في الدوري العام. ولكن تبقى مباراة القمة لها حسابات خاصة، الأرقام لغة مهمة ولكن الملعب لغة تانية خالص. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنعرفها من المحلل الفني الأستاذ سعيد علي اللي معانا دلوقتي عبر تقنية زوم عشان نتكلم معاه على هذه المباراة اللي فيها تفاصيل أعتقد مهمة جدا لازم نتكلم عليها ليلة المباراة أو قبل المباراة ب24 ساعة. أستاذ سعيد مساء الفل عليك، إزيك؟ أهلا بيك أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل متابعي قناة الأهلي. عايز اعرف بقى يعني الحسابات الفنيه لمباراه القمه، وهي حسابات لا تخضع لاي معايير اكيد، يعني كل مباراه القمه على مدار التاريخ كان دايما بيبقى فيها ارقام واحصائيات ولكن ارضيه الملعب بيبقى لها حسابات تانية. ماذا لديك بقى من بخصوص هذه المباراه؟ يمكن استاذ محمد في الظروف العاديه والاعتياديه بيبقى مباراه بهذا الشكل وبهذه الظروف بتبقى مباراه تحصيل حاصل او حصلت في سنين كثيره، لكن انت قلت نقطه مهمه قوي انها ان يبقى الاهلي والزمالك قمه تنافسيه شديده وكبيره وذات طابع خاص، والاهم من ده ان في مجموعه كبيره من الارقام القياسيه والمواجهات الخاصه داخل هذه المواجهه تخليها ترتقي لكونها واحده من اهم مباريات الموسم سواء للفريقين بشكل عام او حتى للاثنين مدراء فنيين كل واحد عنده اهدافه الشخصيه من هذه المباراه. الاهلي اهدافه واضحه جدا والهدف الاهم والابرز هذا الموسم انه يحقق الدوري اللا هزيمه، هيبقى شيء مهم جدا وانجاز تاريخي لمارسيل كولر في الموسم الاول له. فكره الشباك النظيفه طوال الوقت وهذا الكم الكبير من المباريات الا يخسر امام المنافس التقليدي ليك والغريم التقليدي اللي هيبقى داخل بحوافز شديده علشان يقول كلمه مختلفه امام هذه الارقام. في الجانب الثاني بتشوف الزمالك في الفترة الأخيرة بيسعى إنه يحقق أكبر سلسلة انتصارات في بطولة الدوري كان بدأها بشكل سيء جدا، مدير فني جديد يحاول يبرهن على إنه يمتلك فلسفة خططية جديدة بتحاول نقل فرقته لمنطقة ثانية ونال إشادات في الفترة الأخيرة، لكن هو النهاردة أمام تحدي أكبر وأمام اختبار هو الأصعب أمام بطل أفريقيا، أمام الفريق اللي بيكتسح كل البطولات في الفترات الأخيرة، فبالتالي هو التحدي من نوع خاص له. فكره المواجهه الاولى ما بين اوسيرو ومارسيل كولر كل طرف من الطرفين بيحاول يؤكد افضليته، فبالتالي انا بشوفها مباراه فيها طابع تنافسي عالي جدا جدا جدا، رغم ان النادي الاهلي خلاص بيحتفل، لكن اللي هيفرق في هذه المباراه هو مدى الاستعداد والجاهزيه النفسيه، ويمكن انا لمست ده بشكل واضح وبشكل مبكر جدا من كيفيه تعامل مارسيل كولر مع هذه المباراه منذ المباراه الماضيه لما اعطى اللاعبين يومين راحه، ده كان استعداد مبكر للقمه، هو هنا بيحط اللعيبه بيقول لهم خليكم مع اسركم، خليكم مع ذويكم، استمتعوا 48 ساعة، الهدف الأساسي من هذه الراحة أن يصل اللاعبين بمعنويات وبراحة وبحالة نفسية عالية جدا، أعتقد أن الراجل مذاكر من بدري وفاهم أن المباراة دي مش مجرد تحصيل حاصل ولا مجرد احتفالية، لا، هو داخل هذه المباراة بأهداف كبيرة وعنده بعض الأمور اللي بيسعى لتحقيقها في هذه المباراة، عشان كده بشوفها مباراة قوية جدا. من وجهة نظرك يعني احنا كلنا عارفين فرقة الأهلي ومتابعينها بشكل كويس، ولكن مين من لعيبه الزمالك ممكن اوساريو يكون بيعتمد عليه بنسبه كبيره في ظل ان المفاتيح مش متاحه ومش كتير زي الفترات اللي فاتت؟ خلينا اقول ان الزمالك في الفتره الاخيره مع اوساريو بيعتمد على شكل جماعي، والاول مره بيعتمد على فكره البناء او المنظومه الخططيه المتكامله، هو بيحاول يرسم شكل ما يكونش معتمد فيه بشكل اساسي على الفرديات، وان كان للامور الفرديه كلمه كبيره في الفترات الاخيره خاصه عند احمد سيد زيزو اللي بيصنع الفرق دايما، لكن هناك سيستم خططي جديد، لكن مدى جدوى هذه المنظومه وهذا الشكل الخططي لما تختبره امام فريق بحجم الاهلي بخلاف
انديه اخرى في مؤخره الجدول ومتوسط الجدول، يمكن الشكوك دخلت اوسيريو ودخلت جمهور الزمالك اللي كان داعم بشكل قوي للشكل الخطط الجديد لاوسيريو. في المباراه الاخيره امام فيوتشر شفنا ازاي بسهوله شديده قدر المنافس انه يصل لمرمى الزمالك ويسجل مره واثنين. يمكن العوده في هذه المباراه كانت ببراعه او بحلول فرديه مبتكره من احمد سيد زيزو اللي بنسلط الضوء عليه واللي بيقول فعلا زي ما انت قلت يا استاذ محمد مين اللاعب اللي بيمثل خطر اكبر في نادي الزمالك؟ اكيد احمد سيد زيزو، لكن الرهان عند نادي الزمالك على المنظومه الخططيه اللي بيعتمد عليها في الفتره الاخيره. هو بدل الشكل ل 3 4 3 و 3 5 2 وده شكل جديد على نادي الزمالك وربما على الانديه المصريه في الدوري المصري هذا الموسم. انا بشوف ان قوه او شكل نادي الزمالك هيتحدد ازاي من عاملين مهمين جدا. تقدر تشوف الزمالك طمعان في المباراه، نازل يهاجم، نازل عنده هدف الفوز ولا لا. العامل الاول بشوفه هو ادوار الظاهرين المتقدمين احمد فتوح في الجهه اليسرى وسيد نيمار في الجهه اليمنى. في المباريات الاخيره شفناهم بيتقدموا بشكل مكثف، شفناهم بيأدوا ادوار هجوميه كبيره، لكن هل ده هيكون موجود قدام النادي الاهلي ويكون في فلسفه ضغط عاليه بيشارك فيها الظاهرين في مناطق مبطنه من الملعب، ولا هيكون في تحفظ وهيتاخروا شويه وهيكون تقدمهم بحساب؟ ده عامل مهم جدا هيحدد وهيقول لك الزمالك نازل طمعان في المباراه ولا بيهاجم بشكل قوي. العامل الثاني هو مين لاعب الارتكاز الثاني، يعني في الفتره الاخيره كان بيلعب ارتكاز وحيد سواء اشرف روحه او عمرو السيسي، وحواليه مين هم حاول او اقرب الى صناعه اللعب والهجوم في فترات زيزو واحد منهم ثابت بشكل دايم، اللاعب الثاني بدلهم فترات نضاي، فترات عمر جابر، فترات بالحاج، استخدم عناصر كتير، لكن لو كان العنصر ده عمرو السيسي مع رؤى اقدر اقول لك ان الزمالك متحفظ ايضا وبيلعب بشكل متحفظ مش طمعان في المباراه، وهو ده اللي هيحدد اذا كان الزمالك مستمر في فلسفه الضغط العالي. اعتقد ان فلسفه الضغط العالي امام مارسيل كولر هي انتحار، واعتقد انها كل الانديه اللي حاولت تلعب كولر بضغط عالي قدر يتفوق عليها بشكل كبير، لانه بالفعل يمتلك نقاط قوه ويمتلك ادوات قادره على احداث خطر كبير جدا في التحولات. باذن الله. الاستاذ سعيد علي المحلل الفني بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والايضاحات الخاصه بمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك.